الحين جايين من منظمه ارهابيه اسمها الحرس الثوري تعلمنا الديمقراطيه؟ الديمقراطية هل تعلم أنت بديمقراطية البحرين في 10 سنوات ماذا حققت؟ هل رأيت ملكا يذهب إلى المعارضة في الخارج ويتفاوض معهم ويدعوهم بصدر رحب إلى العودة إلى البحرين؟ صحيح. هل رأيت ديمقراطية مثل هذه الديمقراطية يا نجاد؟ هل قبلت أنت في يوم من الأيام واحد من المعارضة أنه يدخل عليك ويسلم ويقول لك خلنا نتفاهم؟ أنت ما خليت أحد من المعارضة، سقيتهم أدوية